سلام الله عليكم صديقاتي وحبيباتي ومشتركاتي الغاليات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحه جيده يا ربي. انا في نعمه والحمد لله. البنات اللي دخلوا معايا جدد نقول لهم الف مرحبا وسهلا بكم، والاخت اللي اول مره تزور قناتي نقولها ما تنسيش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. وصفتنا النهار اليوم هي التحليه اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، التحليه تاع الفلون هذه جبتها لكم بلمستي الخاصه بيان سور، طرقت لكم الاهم من النقاط اللي باش تنجحوا فيها وتخرج لكم بزاف 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 بنينه. خليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل ونلتقي بعد حين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في المقادير تاع التحلية ديالنا. عندي لهنا البنات كمية من الفواكه المشكلة اللي توفرت عندكم، جامي تتقيدوا بواش ندير. انا عندي لهنا لتر تاع حليب، عندي زوج مغارف كبار تاع سكر، عندي زوج باكيات فلون ذوق فاني، كيما عندي هاد الكاطو البنات تعمدت نوري لكم لا مارك ومن بعد نقول لكم علاش. هاد الكاطو ماكاو ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. لهنا في اون كاسرول نحط الكاس عفوا الريتلة تاع الحليب ديالي، نفرغ عليها زوج باكيات تاع فلون فاني 50 غرام فوالا، نحط عليهم زوج مغارف تاع السكر. لازم البنات السكر باش تجيكم بنينة، انا جربتها بلا سكر وجاتني صامتة. نخلطهم مليح هكذا بالفوين، نحطهم فوق النار جوست يبدا يغلي نطفي عليه ونحطه بجهه يبرد، ومن بعد نقطع عليه فخوي ديالي ونتلاقى. فوالا البنات في هذا المول تاع الكيك نيبورت كال مولا كيك ما تتقيدوش، يعني ماشي لازم هذا الشكل. قطعت لي فخوي ديالي هكذا، البنان والتفاح درت لهم عصره قارص باش ما يكحالوش، نحط لي فخاز ديالي والكيوي هما يعني في القاعده فوالا. وشوفوا طريقه اللي راني نخدم بها البنات، يعني راني نطلع في الجوانب، شوفوا كيفاش قطعتهم كبار وحطيتهم يعني هكذا في الجوانب باش كي نقلبوه يبان الشكل ديالهم شباب. والاخرين قطعتهم عشوائيا وراح نرميهم هكذا عشوائيا، والتفاح والبنان قلت لهم درت لهم عصره قارص وراح نحطهم هكذا عشوائيا. نكسر عليهم هاد الكاطو البنات، قلت لكم تعمدت نوري لكم لا مارك تاع الكاطو باسكو جا بزاف بزاف، جات هاد التحليه بنينه بهاد الكاطو ماكاو، يعني الحلاوه هو حلو وفيه واحد الكو تاع مروريه تكسر لكم هذيك تكسر لكم هذيك الحلاوه الزايده. نجيب الفلون ديالي بعد ما خليته برد تماما، يعني راه دافي برك جامي تحطوه سخون، ونفرغ لازم نصفيه باش نفرغ. شوفوا واش نحيت منه، نغطي هكذا اون بابي فيلم اون كونتاكت باش ما يربيليش هذيك القشره. فوالا نغطي هكذا مليح مليح، يلامس لازم البابي فيلم يلامس السطح تاع الديسير ديالي، نخليه يبرد. هاوليك البنات بعد ما خليته برد واحد تلت سوايع ابيبري في الفريجيدار، نجي لهنا نقلبه قدامكم. فوالا شوفوا الشكل ديالو شحال جا ما شاء الله. لازم هاد الماء البنات نصفيه نقص لو ماكسيموم اللي نقدر عليه، هو الفلون يطلق الماء ولي فخوي ديالنا شتو يطلقوا الماء. هاوليك الشكل ديالو شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، تحفه تحفه، يعني بلا ما تزينوه بلا ما تزيدي له اي اضافات شكله ما شاء الله يشهي ويوالم في السهرات الرمضانيه. راح نقول لكم البنات اهم النقاط اللي باش تنجحوا فيه، كيما قلت لكم لي فخوي دياولكم لازم طلعوهم كيما كنت نوري لكم في الجوانب عفوا باش يجيكم هكذا هذا الشكل الشباب. كيما تكثروا شويه لي فخوي باش كي تفرغوا الفلون ديالكم، الا كانوا لي فخوي قلال كي تفرغوا الفلون راح يطلعوا وما تتحصلوش يعني على هذه النتيجه. الكاطو ماكاو اون شوكولا راح يزيد له بنه خرافيه. فوالا البنات انا عندي لهنا اون صوص كاراميل واجده، تقدروا تخدموها في الدار كيما تقدروا ديروا توبينغ ولا ما تقدروا يعني تستغناو عليها نهائيا، انا راح ندير له تزيين خفيف ونولي لكم. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع لو ديسير ديالنا، تحليه الفلون جات تحفه يا البنات تحفه تحفه، شهيتكم في الجنه شكلا ومذاقا وما نحكي لكمش على البنه يا البنات، واحد البنه ما شاء الله شهيتكم في الجنه، يعني بنا وسبيسيالمون زادها له هذاك الكاطو تاع ماكاو شوكولا. درت له لهنا تزيين خفيف خياتي، درت قطعت شويه لي فخاز، درت رشه تاع لو بيستاش، تقدروا ديروا رشه تاع لوز افيلي داكشي يولي لكم.
راح نقسمها لهنا قدامكم، تشوفوا كيفاش جات وتشوفوا القوام ديالها، شاهدكم في الجنة خياتي، جات ما شاء الله. هاي ليك الصورة تعبر على نفسها، هاني ندق فيها قدام خياتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات وتنجحوا فيها وتتقيدوا يعني باهم النصائح اللي مديتهم لكم. ما تبخلونيش خياتي بجام وكومونتير وبارطاج صحاباتكم وحباباتكم، واللي مشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه.